حاجة تنفخ قلبك يا عمي صالح، لك نحنا مالنا حكي، مثل ما بيقول أخوي سليم نحنا منساوي. لك طيب فهموني شو بدكن هلا؟ حتى قلن للجماعة مثل ما قلنا لكم بيعطونا حقوقنا نرجع مثل ما قالت له. لك يا عمي لا تكبروا راسكن، ها بكرة بتندموا. ها والله يا صالح ما أنا تكبيرة راس، وإذا مثل ما عم يحكوا أصلا ما لازم يعتبوا بيتهم. اتفو عليهم. زهرة خليكي ساكتة أحسن لك. ها إيه لا ما بدي ضل ساكتة، بعدين حقي مثلي مثلك، وما كل ما حكيت تقلي سكتي. قلتلك اتن ابري وسكتي، نحن جايين نصالحهم للجماعة، ما جايين نشعلها بيناتهم. ولك لا بقى تقلي انقبري، بعدين لما بتحكي معي تحكي باحترام. اي بدي قلك انقبري وستين انقبري، تحركي معي على البيت ولا تحركي. ايه مامي رايحة. عم قلك مشي معي، ها احسن ما بتعرفي شو مسوي فيكي. ها لك ايه ماني رايحة ماني رايحة، وروح بلت البحر بلاطة بلاطة. طيب يا زهرة اعملي وكتري بفرجيكي. ها صالح اذا بتقولها باحترام بروح. اي لا ما راح اقولها باحترام، يا بتروحي معي بالصرماية يا ستين عمرك لا تروحي. العمى لك شو صار له؟ لك شو بدك فلا خلاه يروح. لك ليك البيت بيتك السرحي ومرحي، اخوي سليم بيجيب لنا كل حقوقنا. بو عليك يا ندل، ولا انت واحد هبور دندبوري هرتا بس تحقق فرنجي. ولك يفضح لاشنا، صار لي 13 سنه برفع تقارير بالعالم، ما خطر ببالي اتهم حدا هيك اتهام. لك ضميري ضميري المهني ما سمح لي، ولك حسي الوطني ما سمح لي، ولك تبو عليك. لك شبك شبك تخويف تخويف، ولا بكره منخليهم يسطوا حقه. ما معقوله. ولك يبعث لك اكله منك انا، تعرفوا بعملتكم هاي؟ وين بدكم تودوا رجالكم؟ وين يعني؟ لك على حبل المشنقة. لكو لأنه سليم تهمهم بالقتل. عزة عزة شو عم تحكوا انتو؟ هذا المظبوط. فإذا ما سقطتوا الدعوة تاعيتكم قبل ما ينزلون على المحكمة بدهم يروحوا فيها. ولي بنتي بدكم تطلقوا تطلقوا، بس ما تنهوا لهم حياتهم للجماعة. بدي على الحقيقي الحقيقي. لك زهور شو؟ بدك تروحي معي ولا بدك تضلي هون؟ إذا بتحكيني باحترام. ارقدوا لعينكم. لك يا مجنونة يا مجنونة، أنا بحبك، لك بحبك والحب أقوى من الاحترام، بس أنا بعض الأحيان أخلاقي ضيقة بتطلع، مزبوط مختار ولا ما مزبوط؟ والله يا عمي مزبوط، والله بموت على الأرض اللي بتمشي عليها يا زهرة، نفيها بقى. ليك وموصيلك على كلتين نمورة بتاكلي أصابعك وراها، شو قلتي بقى؟ الله زهرة عفمنا التقل حلو بس ما هالقد، انزلي خلصينا. جاية جاية.